بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييلا شابيرو إجراءات مضية في إنهاء مهمة التحالف الدولي وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. وشهد اللقاء مناقشة أوضاع المنطقة، فيما أشار شابيرو إلى أهمية دور العراق في خفض توتراتها وحتمية استمرار نهج التعاون بين البلدين في مجالات التسليح والأمن ورفع المستوى القتالي للقوات العراقية. وصفت السفيرة الأمريكية إلينا رومانوفسكي زيارة شابيرو بأنها مهمة للشراكة القوية في مجال الدفاع بين بغداد وواشنطن.